وصلنا ليلا إلى هذه المدينة الساحرة التي دخلت قائمة اليونسكو مؤخرا عن طريق مطار الدمام الدولي الذي لا يبعد عنها سوى قرابة الساعة والنصف، وهي تحتضن مطارا لكنه مخصص حاليا للوجهات المحلية، الأحساء أو كما يسميها أهلها الحساء. ورغم دخولنا لها ليلا إلا أنه من الصعب تأجيل اكتشاف بعض ملامحها، لذا قررنا الخروج بجولة في شوارعها. فأنوار هذه المدينة الوادعة الغافية على الساحل الشرقي للسعودية تجذب زائريها قصرا لهجر الراحة. يسكن الأحساء قرابة 2 مليون نسمة أو يزيد، ما زال أغلبهم متمسكا بالموروث الشعبي المطبوع في أكثر من مكان، لعل من أبرزها سوق القيصرية الذي يتحول إلى مجالس اجتماعية مفتوحة لكبار السن والشباب من بعد غروب الشمس وحتى منتصف الليل. وجه المدينة الآخر يظهر الحداثة وتطورا عاشتها أغلب مناطق السعودية، إذ تحتضن مجمعات تجارية كبيرة مجهزة بأحدث وسائل الترفيه المفضلة لدى جيل الألفية الثالثة وما بعدها. أنا وفريق العربية لم نقاوم جوعنا أكثر، فتوجهنا إلى القرية الشعبية. لتناول وجبة عشاء حساوية أصيلة، جريش مفلق مرقوق والأرز الأغلى في العالم الحساوي، وأيضا الهريس والممروس والساقو. ولذا مراعاة لمشاعر الجوعى والمجبرين على الأنظمة الغذائية القاسية، سنغلق الكاميرا لتخطيط جدول رحلتنا في أولى أيامها من الأحساء، أحلام اليعقوب، العربية.